الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. الأنظار تترقب القمة الخارجية غدا في الرياض، والأمير يترأس وفد البلاد. والقيادة الكويتية تهنئ العاهل السعودي بذكرى توليه مقاليد الحكم. هيئة مكافحة الفساد تكشف عن تسلمها لـ 12,000 إقرار ذمة مالية. البلدية تستنكر حادثة التهجم على عامل نظافة وتحيل الواقعة للداخلية. مشاورات السلام اليمنية تدخل يومها الثالث بتشكيل فرق مشتركة للعمل. وفي النشرة، باريس تنتفض للسبت الرابع بموجة احتجاجات ساخنة. تتجه الأنظار يوم غد الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، والتي تحتضن اجتماع الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك يتوجه غدا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترأس وفد الكويت في أعمال القمة الخليجية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أكد أن القادة الخليجيين سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية. كما سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقد استعدت الرياض لاستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون، حيث رفرفت أعلام دول الخليج على ساريات شوارع العاصمة السعودية، وعلقت العبارات الترحيبية على الجسور الرئيسية، فيما أعلنت المملكة عن استضافتها لعدد من الإعلاميين لتغطية أحداث القمة، وجهزت لهم كل سبل الراحة لتسهيل عملهم وعمل اللقاءات خلال القمة المرتقبة. بعث أمير البلاد برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط الكويت بالمملكة وشعبيهما. كما عبر الأمير عن بالغ الاعتزاز بما تشهده السعودية في عهد الملك سلمان من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة، وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي شهدت نهاية أسبوع ساخن من تظاهرات حركة السترات الصفراء، الذين خرجوا اليوم في تظاهرات جديدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. وأطلقت قوات الأمن الفرنسية وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط قوس النصر الشهير بباريس، حيث كانوا يرتدون أو يريدون الوصول إلى القصر الرئاسي، لأن قوات الأمن منعتهم بعد اشتباكات أوقعت عشرات المصابين. وأظهرت لقطات فيديو تعرض عدد من المحتجين إلى الإغماء نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.
كما أعلنت الحكومة الفرنسية أن عدد المتظاهرين بلغ 31,000 شخص في جميع أنحاء فرنسا، مشيرة لاعتقال نحو 700 شخص منهم. وينضم إلينا عبر الهاتف سفير الكويت لدى فرنسا السفير سامي سليمان. أولا يعني سعادة السفير، كيف هي أوضاع الكويتيين خاصة في فرنسا وفق ما يجري هناك؟ أود في البداية أخي العزيز أحمد أن أحييكم وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين. من المهم في البداية أن أطمن أهلنا في الكويت على سلامة أقربائهم وجميع الكويتيين المقيمين والمتواجدين في فرنسا، وأيضا أؤكد على أن السفارة متواجدة على مدار الساعة ونتلقى اتصالات من الأخوة المواطنين في فرنسا وأيضا خارج فرنسا على هواتف السفارة اللي تم الإعلان عنها في بيانات سابقة. وطبعا قامت السفارة بالرد على استفسارهم وتزويدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة، وجميع أعضاء السفارة وأيضا أعضاء المكاتب الفنية الملحقة متواجدين وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع أي بلاغ وأي اتصال. وأود حقيقة أن أشيد بهذه المناسبة بروح الالتزام التي لمسناها من أخواننا وأخواتنا الكويتيين المتواجدين في فرنسا، والتزامهم طبعا بإرشادات السفارة بالتزام الحيطة والحذر والبقاء في أماكن سكنهم والبقاء على اتصال مع السفارة واختارنا في أي متجد أو أي أمر طارئ. هل أخي العزيز أحمد تفضل أكمل. طبعا في بعض الشوارع في بعض المناطق شهدت أحداث، الوضع بشكل عام هادئ، ولكن طبعا كل احتمالات مفتوحة وأيضا ممكنة. الله يحفظكم ويحفظ يعني كل الكويتيين المتواجدين هناك للعلاج أو الطلبة أو غيرهم حتى من السياح. لكن هل هناك أي تواجد للكويتيين في مناطق قريبة من المظاهرات؟ في طبعا متواجدين خاصة من الأخوة الذين يتواجدون بغرض العلاج، وذلك لقرب المصحات والمستشفيات في باريس، ولكن السفارة على تواصل معهم، المكتب الصحي حقيقة متواصل باستمرار وعلى مدار الساعة، وعندنا حصر كامل فيهم وفي أيضا أماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم، ونحن على تواصل دائم معهم. طيب ما هي رسالتك بشكل عام لجميع الكويتيين في فرنسا وخاصة مع استمرار واشتداد موجة الاحتجاجات هناك؟ مرة أخرى أشيد حقيقة بروح التعاون المسؤولية اللي أظهرها، وأطالبهم بمزيد من الحيطة والحذر والبقاء حقيقة في أماكن سكنهم والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والتعاون معها، وأيضا التواجد يعني ما أمكن إلا للضرورة، عدم الخروج إلا للضرورة، وإذا في أي متجد أي طارئ نحن متواجدين على مدار الساعة، وهناك أخوان دبلوماسيين يتولون استقبال الاتصالات، وأعلننا عن الأرقام. وفي هالمناسبة أود أن أكرر الأرقام اللي إذا أمكن تضعونها على الشاشة: 00331472354225، أيضا 00033670683834. وأوجه رسالة لإخواني وأخواتي الكويتيين في فرنسا وحتى خارج فرنسا، لا تترددون أبدا في التواصل معنا حين أي استفسار، وأتمنى السلامة للجميع. ونحن أيضا سعادة السفير نتمنى لكم السلامة ولجميع الكويتيين هناك. سفير الكويت في فرنسا سعادة السفير سامي سليمان، شكرا جزيلا لك. من جهة أخرى، بدأ متظاهر الستورات الصفراء في العاصمة البلجيكية سيرة نحو مؤسسات الاتحاد الأوروبي. أعلنت الشرطة البلجيكية أنه تم اعتقال نحو 100 شخص في بروكسل خلال هذه التظاهرة والتي ضمت نحو 400 محتج.
هذا وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اتفاق باريس للمناخ قائلا أن تظاهرات السترات الصفراء دليل على صوابية قراره برفض الاتفاق. وكان الرئيس الأمريكي قد سخر الثلاثاء من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت ضغط موجة الاحتجاجات، معتبرا أن اتفاق باريس آيل إلى الفشل. نعود إلى الشأن المحلي، فقد بلغ عدد إقرارات الذمة المالية المستلمة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى الآن 12,000 إقرار، شكلت نحو 95% من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون. جاء ذلك في بيان للهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف 9 ديسمبر سنويا، ويهدف إلى نشر الوعي بمشكلة الفساد والعمل على مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منها. وقالت نزاهة أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في وقت تتزايد فيه تحديات مخاطر الفساد، وتتكثف الجهود الدولية للحد من مخاطره ومواجهته عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة. بدورها أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة شفيقة العواضي حرص وسعي الهيئة لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات في الجهات الحكومية. وقالت العواضي أن الهيئة حريصة أيضا على التعاون مع الجهات الرقابية وتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات والأنظمة الآلية الخاصة بها، ومنحهم صلاحية الدخول إليها بغية تسهيل حصولهم على المعلومات ذات الصلة. وأضافت أنه في إطار التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام، تمت مراجعة كل الملفات الطبية وأرشفتها وميكنة جميع أعمال الهيئة، ما نتج عنه الكشف عن مبالغ تم صرفها دون وجه حق قيدت كديون مستحقة للحكومة. قال بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 23,800,000 دينار كويتي. وأضاف البنك أن إجمالي قروض المحفظة العقارية خلال الشهر ذاته بلغ أكثر من 119,000 دينار، مبينا أن القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1,540,000 دينار. وذكر أنه لبناء القسائم الحكومية تم صرف حوالي 14,800,000 دينار، ولقروض شراء بيوت حوالي 4,400,000 دينار كويتي. في سياق مختلف، قال مبارك الحربي محامي النائب وليد الطبطبائي أنه لم يتخذ أي إجراء تنفيذي في حكم قضائي ضد النائب الراحل نبيل الفضل سواء في حياته أو بعد مماته. وقال الحربي في تصريح: لم ننفذ أي حكم ضد الفضل ولم نحصل منه على دينار واحد. وأضاف أن ما ذكره النائب أحمد الفضل عبر تلفزيون الراي بشأن دفعه مبالغ كبيرة التزاما بأحكام قضائية لا ينسحب علينا، لأننا لم نقدم أو لم نقم بالتنفيذ لأي حكم يتعلق بالفضل حتى الآن، رغم حصولنا على حكم نهائي بات في إحدى القضايا المرفوعة من قبلنا. استنكرت بلدية الكويت حادثة التهجم على عامل النظافة من قبل أحد الأشخاص، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية. وأوضحت البلدية أن حادثة تهجم شخص مجهول على أحد عمال شركة النظافة المتعاقدة مع البلدية في مقر تجمع العمالة تم تحويلها إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المتهجم. وزارة المواصلات قامت بإصلاح معظم الأعطال الهاتفية الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد الأسابيع الماضية،
وذلك وفقا لعقود الصيانة المبرمة بين الوزارة والمقاول المنفذ. أوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة المهندس راشد الأذينة أن عددا من الكوابل النحاسية تعطلت عن العمل نتيجة امتلاء المناهيل بمياه الأمطار، مما أدى إلى توقف الخدمة الهاتفية عن العديد من المشتركين، وأكد أن العمل جار حاليا لإصلاح ما تبقى منها. دخلت مشاورات السلام اليمنية بين الوفد الحكومي والوفد الحوثي يومها الثالث في السويد بتشكيل فرق عمل للبحث في قضايا حصار تعز والأسرى وعمل البنك المركزي. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تشكيل 3 فرق مشتركة بين وفدي الحكومة والحوثيين للبحث في وضع برنامج تنفيذي لإطلاق سراح الأسرى وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين. ويبحث فريق العمل الثاني في رفع الحصار عن تعز، في حين يناقش الفريق الثالث في الملف الاقتصادي وإجراءات توحيد عمل البنك المركزي. هذا وأشادت وزيرة خارجية السويد مارغوت ماستروم بموقف الحكومة اليمنية البناء للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة في البلاد. في سياق مختلف، اتهم الادعاء الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بتوجيه محاميه الشخصي لدفع رشوة لامرأتين قبيل انتخابات 2016، كما سرد بالتفصيل معلومات لم تكن معروفة عن محاولة مواطن روسي المساعدة في حملة ترامب. جاء ذلك في معرض المسوغات التي قدمها ممثل الادعاء الاتحادي في نيويورك، الذين يعملون مع المحقق الخاص لتوضيح أسباب مطالباتهم بسجن محامي ترامب الشخصي السابق مايكل كوهين ومدير حملته الانتخابية السابق، حسب ما أظهرت سجلات قضائية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه قد يكون هناك طوفان من المخدرات واللاجئين والهجمات على الغرب إذا أضعفت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها قدرة طهران على التصدي لهذه المشكلات. وجاء في تصريح الرئيس الإيراني: أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب فلن تكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والإرهاب. بمشاركة واسعة، عقد مستشفى المواساة مؤتمره السنوي حول الخصوبة ورعاية الحمل في محاولة منه لمواكبة المستحدث العلمي والطبي في هذا المجال. وتحرص إدارة المواساة على تطوير البحث العلمي والاطلاع على كل جديد في مختلف المجالات الطبية والخدمات التي تقدمها للمرضى، بهدف الارتقاء بها وتحسين مستوى الرعاية الصحية بشكل عام. أنا ناهض حمادي، استشاري أطفال أنابي في مشفى المواساة. حقيقة حبيت أحكي معكم اليوم عن موضوع المؤتمر السنوي اللي بتعمله مشفى المواساة في الخصوبة ورعاية الحمل عند المرضى. هذا المؤتمر تعودنا نقيمه سنوي، وفي عنا عدد كبير من الحضور من دول الخليج ومن الكويت، وهدفنا نعمل سوية مع أطباء زملائنا في القطاع العام والقطاع الخاص مشان نحسن خدمة مرضانا. في النهاية في عنا محاضرين من معظم الدول، من تركيا، من إنجلترا، وإن زملاء من الخليج مثل ما حكيت، ومن معظم الدول. بالحقيقة هذا بيخلينا نكون up to date ونطلع على أحدث الوسائل في معالجة العقم وخدمة مرضانا في هذا الموضوع. ومشفى المواساة تعودت على هذا النوع من المؤتمرات، هي حقيقة من رواد القطاع الخاص في التطوير العلمي والبحث، فنأمل أنه مرضانا تستفيدوا وأطباءنا يتشاوروا في هذه المواضيع وتحسن خدمة المرضى عندنا في هذا الفيلد.
ضمن فعاليات اكتشف العالم في سوق السفر المقام في مجمع الافنيوز وضمن الحملة الترويجية الخاصة بتركيا، نظمت مجموعة بودي للطيران بالتعاون مع الخطوط التركية معرضا تم من خلاله تسليط الضوء على ما تقدمه تركيا للمسافرين إلى مناطقها السياحية المختلفة، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة للتذاكر والفنادق وكل ما يحتاجه المسافر خلال فترة إجازة الربيع المقبلة. ضمن فعاليات اكتشف العالم في سوق سفر، يسعدنا الترحيب اليوم بالخطوط الجوية التركية وبسعادة السفيرة التركية في الكويت ضمن الحملة الترويجية لتسويق تركيا، وقد حضر خصيصا من تركيا موظفون أكفاء ومدراء فنادق لشرح ما تقدمه تركيا من مناطق سياحية وثقافية، ونركز أنه يوجد عروض خاصة جدا جدا ضمن فترة إجازة الربيع، فنتوجه للأخوة المسافرين القدوم إلى الأفنيو سوق سفر والاستفادة من هذه العروض. الصندوق الكويتي يقرض مصر 40 مليون دينار، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 75 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 58 دولارا و34 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا لتبلغ 59 دولارا و49 سنتا، وبلغت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي 50 دولارا و98 سنتا للبرميل. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية اليوم اتفاقيتي قرضين بقيمة 40 مليون دينار، وذلك على هامش أعمال مؤتمر إفريقيا 2018، وتبلغ قيمة القرض الأصلي 15 مليون دينار لتمويل إنشاء 4 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء، فيما بلغت قيمة القرض الإضافي 25 مليون دينار. كذلك وقع الصندوق مع جمهورية مدغشقر اتفاقية قرض بقيمة 3 ملايين دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع جسر نهر مانكوكي. السالمية إلى الدوري ربع النهائي لكأس ولي العهد، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. في انطلاق بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم، حقق فريق السالمية فوزا سهلا على نظيره أصليبخات بهدفين مقابل لا شيء. وفي المباراة التي جرت بينهما ضمن الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، سجل هدفي السماوي المحترف السوري فراس الخطيف والمحترف البرازيلي باتريك فابيانو ليتأهل السالمية بعد هذا الفوز إلى الدور ربع النهائي، بينما ودع الصليبخات منافسات البطولة. توج فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي بلقب الجائزتين الكبرى لارتفاع 135 سنتيمترا والصغرى على ارتفاع 125 سنتيمترا، وذلك في ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة المرحوم عبدالله سالم أصدراوي لقفز الحواجز، والتي أقيمت منافساتها على مضمار وميدان نادي الصيد والفروسية. وعلى ارتفاع 115 سنتيمترا جاء في المركز الأول الفارس راكان الحساوي، فيما فاز فارس مربط أصديراوي محمد كرم بلقب فئة 105 سنتيمترات. أما الفئة المبتدئة لارتفاع 80 سنتيمترا فتمكن 43 فارسا وفارسة من تخطي الحواجز من بين 100 مشارك في هذه الفئة.
الحمد لله الله وفقنا في هالبطولة، بطولة الغالي المرحوم عبد الله سالم الزدراوي، الله وفقنا في هذا الشوط. ما كان شوط سهل، كان المشاركين يعني منافسين كلهم كبار. الجولة كانت جولة صعبة، مصممين مسلك دولي وعاطف شوقي من مصر. لا الحمد يعني الله وفقنا بهالبطولة، وما كانت بطولة سهلة، ونتمنى يعني دائما نشارك في هالبطولة السنوية إن شاء الله، ومنها تكون أكبر وأكبر بالسنوات القادمة. وألف شكر لأسرة المرحوم عبد الله سالم الزدراوي، وكلنا هني محبينه دائما ندعي له في الرحمة، وإن شاء الله يعني الله يغفر له، وإن شاء الله نشوفهم بالاستعدادات كبطولة منها الأكبر إن شاء الله بالسنوات القادمة. إحنا اليوم قاعد نشارك مربط الزدراوي ببطولة المرحوم، وهي أول بطولة تقام له، والحمد لله الجمهور العدد كان قوي والحضور قوي والأجواء عائلية والمشاركات همن قوية على البطولة. خطف النصر السعودي نقطة ثمينة أمام غريمه التقليدي الهلال، بعدما حول خسارته بهدفين نظيفين إلى تعادل بهدفين لكل منهما. في المواجهة التي أقيمت في استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في قمة مواجهات المرحلة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأ الهلال المباراة بالتقدم بهدفين عن طريق مهاجمه الفرنسي غوميز، وانتفض النصر في الشوط الثاني ليسجل هدفين عن طريق المحترف جوليانو والمحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني مؤقتاً. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتوقف مع حالة الطقس، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. يسعد لي مساكم مشاهدينا، نشرتنا الجوية برعاية البنك الوطني. أجواء مستقرة الليلة وتكون باردة خاصة على المناطق الصحراوية، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. ننتقل حين مشاهدينا إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت، 16 درجة مئوية شمالا وجنوبا في مزارع العبدلي والوفرة، 13 درجة مئوية في مدينة الجهرة، 15 درجة مئوية في منطقة السالمي، 12 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 15 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا باردة نسبيا، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 6 إلى 24 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة مشاهدينا جدا مناسبة إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترة الفساد. الحين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 25 درجة مئوية، شمالا في مزارع العبدلي 22 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 23 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 24 درجة مئوية، في منطقة السالمي 21 درجة مئوية، وكذلك في الجزر 21 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا باكر بإذن الله راح تكون مشمسة معظم الوقت. الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر كذلك مشاهدينا جدا مناسبة إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الفساد. الحين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت الصلاة. أما بالنسبة مشاهدين إلى الطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله،
في يوم الأحد أجواء مشمسة معظم الوقت، العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية. الرياح شمالية شرقية قد تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة. في يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة، العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية. الرياح شمالية شرقية قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة إلى يوم الثلاثاء أجواء راح تكون غائمة جزئيا بإذن الله، العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية. بالنسبة مشاهدينا إلى يوم الأربعاء أجواء مشمسة، العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. مشاهدينا خلكم معنا لمعرفة تفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.